السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. معادنا النهاردة ان شاء الله مع مقارنة الصفات, The comparison of adjectives. يعني ايه اقارن صفات؟ يعني ايه اقارن بين اثنين في صفة او اقارن بين واحد ومجموعة في صفة؟ بس قبل ما نبدأ الكلام ده لازم نعرف يعني ايه اصلا صفة. طبعا الصفة حبايبي هي كلمة تصف اسم او تصف ضمير عائد على الاسم. تاني, الصفة هي عبارة عن كلمة تصف اسم, كلمة بوصف بها اسم أو ضمير عائد على الاسم أو ضمير حبيبي عائد على الاسم. يعني مثلا لما أقول أحمد is tall, أحمد is tall يعني أحمد طويل. لما أجي أسألك هنا يا ترى فين الصفة؟ هتقولي أكيد tall. ليه tall؟ لأني بوصف بها أحمد. إذا كلمة tall هنا صفة للاسم بتاعي اللي هو أحمد. لو أنا قلت he is careful يعني هو حريص. لو قلت لك فين الصفة هنا اكيد هتقول لي careful. ليه؟ بوصف بيها هي, وهي ده ضمير فاعل عايد على اسم. يبقى اذا الصفة كلمة بتوصف اسم او الضمير العايد على الاسم. ممكن تيجي بعده شكل ما هو موجود في المثالين دول كده, فبالتالي حاليا قبلهم verb to be يعني am او is او are, او ممكن تيجي قبل الاسم. ولو جيت قبل الاسم حبيبي هتيجي او ان او من غير او ان. ازاي يعني؟ يعني لما اقول لك مثلا هي is a tall man يعني هو رجل طويل. هنا الاسم بتاعي كلمة man والصفة بتاعتي كلمة tall. لما الصفة جيت قبل الاسم حبيبي جي قبلها a طالما الاسم بتاعي مفرد. لما اقول لك she is an old woman يعني دي امرأة عجوزة. نفس الكلام الاسم بتاعها هو الصفة جيت قبله, الاسم بتاعي مفرد يبقى لازم احط قبلها ان. يبقى اذا او ان بتيجي قبل الصفة لما يكون الاسم اللي وراها مفرد. طب اقدر امثل الاسم اللي وراها جمع؟ قال لي لو الاسم اللي وراها جمع او لا يعد ما بتحطش ا ولا ان قبل الصفة. يعني لو انا جيت قلت لك مثلا they are naughty boys دول اولاد اشقياء. طبعا هنا boys كلمة جمع واسم جمع, فبالتالي ما ينفعش احط قبل الصفة بتاعتي ولا ا ولا يعني. يبقى اذا الصفة بتوصف اسم ممكن تيجي بعده فيجي قبلها verb to be, او ممكن تيجي قبله فحط قبلها او ان لو كان الاسم مفرد. وهنا بقى حبايبي لازم اخلي بالي ان عندنا تلات انواع من الصفات. في عندنا صفة قصيرة, وفي عندنا صفة طويلة, وفي عندنا كمان صفة شاذة. تاني, في عندنا صفة قصيرة وصفة طويلة وصفة شاذة. ايه الصفة القصيرة؟ الصفة القصيرة هي اللي في الغالب بتكون من مقطع واحد, شكل مثلا big كبير, شكل طول طويل, شكل old كبير السن. دي بقول عليها صفات قصيرة ليه؟ فيها مقطع واحد. طيب او انها تكون اكتر من مقطع او مقطعين فبالتالي بقول عليها صفة طويلة. شكل حبيبي كده كلمة interesting. interesting يعني شيق. شكل مثلا حبيبي كلمة difficult, وdifficult حبيبي بمعنى صعب. شكل مثلا expensive, واexpensive حبيبي معناها غالي. بقول على دي كلها صفات طويلة. طيب امال ايه الصفات الشاذة دي؟ الصفات الشاذة بقى اللي هي لا تتبع القاعدة عند المقارنة. شكل ايه كده؟ اللي شكل good اللي معناها جيد, bad اللي معناها سيء, many اللي معناها كثير, much برضو اللي معناها كثير, little اللي معناها قليل, وكمان كلمة far حبيبي اللي معناها بعيد. يبقى تاني حبيبي الأنواع بتاعة الصفات اللي عندي: صفة قصيرة مقطع واحد, صفة طويلة أكتر من مقطع أو اتنين, صفة شاذة ملهاش قاعدة. تعالوا حبيبي بقى نشوف إزاي أقارن بين الصفات دي, إزاي أقارن بين واحد وواحد أو مجموعة ومجموعة أو واحد ومجموعة. طبعا حبيبي لما أنا بقارن لازم أخد بالي من حاجات معينة. أول حاجة إذا كانوا متساويين في الصفة أو كانوا مختلفين. تعال نشوف الأول في حالة التساوي. لما يكون اتنين متساويين في الصفة, إذا كانوا اتنين متساويين في الصفة فأنا بحط الصفة بتاعتي بين as و as, وهنا بقى مش هتفرق إذا كانت الصفة قصيرة أو الصفة طويلة أو الصفة شاذة, هي بتيجي بين as و as بدون أي إضافات, يعني ما زود لهاش أي حاجة. يعني لما أقول لك مثلا علي is as good as سامي, لاحظ ادي as الصفة مجردة as, ودي معناها حبيبي مثل, يبقى معناها ان علي جيد مثل
سامي لما اجي اقول لك رنا البنت رنا دي is as careful as سارة يعني حريصة مثل سارة. لاحظ ادي صفة طويلة برضو جاية مجردة. لما اقول لك هاني is as old as علي يعني هاني في سن علي. لاحظ ادي برضو صفة قصيرة وجيت بين as و as، ده دليل على التساوي. اذا لما يكونوا الاثنين متساويين في الصفة بحط الصفة بين as و as، وهنا ما بتفرقش قصيرة من طويلة من شاذة، كله نفس التعامل بيتحط بين as و as. وهنا بقى لازم اخلي بالي من حاجة مهمة جدا، لما ما يكونوش متساويين في الصفة ممكن احط so مكان as، مكان as الاولانية مش التانية، وبعدين برضو اجيب الصفة وبعدين as. يبقى اذا so دي حبيبي جيت مكان as في النفي فقط، يعني ما ينفعش تيجي في الاثبات. فلو انا عايز اقول نفس المثال ده بس هقول علي مش جيد مثل سامي، قال لي هنا ممكن اقول علي isn't، لاحظ كده يبقى انا نفيت. قال لي هنا بقى ممكن احط so وممكن برضو احط as، يبقى so ممكن تيجي مكان as الاولانية بس فين بس حبيبي؟ في النفي، فاقول isn't so or isn't as good as سامي، بقت معناها علي مش جيد مثل سامي. نفس الكلام لو انا حبيت انفي هنا هقول رنا isn't so or as careful as سارة، وهنا لو حبيت انفي برضه هقول هاني isn't so or as old as علي. يبقى اذا ممكن احط so مكان as الاولانية بس حبيبي في النفي فقط لا غير. طب امال بقى يا مستر ايه حكاية the same as؟ قال لي the same دي معناها نفس، اللي بيفرق بينها وبين as صفة as، قال لي ان the same ما بيجيش وراها صفة، the same بيجي وراها اسم. تاني حبيبي the same بيجي وراها اسم ما بيجيش وراها صفة، يعني ما ينفعش اقول the same old، لا لازم اقول the same age. ما ينفعش اقول the same tall، لازم اقول the same height. فلما يجي اللي كده اولا is the same، بيقول لي في الاختيارات heavy ولا old ولا weight as runner، اقول له اه. لاحظ بقى دي مين the same ودي مين as، هتقولي the same دي ما يجيش وراها صفة ابدا، بيجي وراها اسم. يعني ما ينفعش اقول the same heavy لان heavy صفة، فحش اقول the same old لان old دي صفة، ما هقول the same ايه، هقول the same weight. يبقى اذا the same بيجي وراها اسم ما بيجيش وراها صفة، يبقى as صفة as، so ممكن تيجي مكان as الاولانية في النفي، the same بيجي وراها اسم ما بيجيش وراها صفر. تعالوا حبايبي نشوف تاني حاجة بقى، وهي المقارنة بين اتنين مختلفين في الصفة. انا حبايبي هقارن بين اتنين مختلفين في الصفة مش متساويين. قال لي هنا بقى لما اجي اقارن بين اتنين مختلفين في الصفة بحط على الصفة بتاعتي er لو كانت الصفة دي قصيرة، طيب، وبحط قبلها more أو less لو كانت الصفة دي طويلة، وبحفظ الصفات الشاذة شكل ما هي لأن هنا الشاذ حبايبي ملوش قاعدة، فبحفظها شكل ما هي بالظبط مع إضافة كلمة than، وذان دي معناها من. يعني مثال لو أنا عندي مثلا كلمة طول، قال لي هتبقى taller، بعد ما كان معناها طويل بقت أطول، وtaller than كلها على بعضها معناها أطول من. لو أنا عندي old هتبقى older، older معناها اكبر من. طب لو انا عندي big قال لي هتبقى bigger، لاحظ بقى ايه اللي حصل، قال لي ان انا ضعفت الجي ليه، اذا انتهت الصفة بحرف ساكن قبله حرف متحرك بضعف الحرف الاخير، فbig بتبقى bigger. طب لو انا عندي مثلا كلمة شكل كلمة nice هتبقى، هتقول nicer يعني هزود r بس، ليه لانها بتنتهي بايه ودي معناها الطف من. طيب لو انا عندي مثلا كلمة شكل كلمة heavy ثقيل، قال لي ايه اللي هيحصل، قال لي الواي دي مش هتيجي، هقلبها الاي وازود اي ار فتبقى heavier يعني اثقل من. يبقى لاحظ لما اجي احط اي ار، اذا انتهت صفة بحرف ساكن قبل ما حرف متحرك بضعف الحرف الاخير، اذا انتهت بايه بحط ار بس بالواي، والواي ده قبله ساكن بقى بالواي الاي اي ار، بس كل الصفات دي بقول عليها صفات قصيرة فزودت لها اي ار. طب لو مثلا ما ينفعش اجيب مور، هقول لك لا طبعا، ليه؟ لان انا بحط على الصفات القصيره اي ار.
طيب الصفات الطويلة بحط قبلها more أو less، والصفة شكل ما هي حبيبي، يعني ممكن أقول more dangerous بقت أكثر خطورة، more interesting أكثر إثارة، more difficult. إذن شكل الصفة ما تغيرش، ولكن حطيت قبلها more أو حط قبلها كلمة less. طب الصفات الشاذة، الصفات الشاذة بقى بحفظها شكل ما هي حبيبي، ودي ملهاش قاعدة. يعني إيه؟ قال لي مثلا عندنا كلمة good، قال لي بتبقى better than يعني أفضل من، عندنا كلمة bad سيء، قال لي بتبقى worse than، عندنا كلمة many اللي معناها كثير أو much اللي معناها كثير، الاتنين بيبقوا more than، عندنا كلمة little اللي معناها قليل، قال لي بتبقى less than. طيب عندنا كلمة far اللي معناها بعيد بتبقى farther than، farther than معناها أبعد من. يبقى إذن إذا كنت بقارن بين اتنين بزود على الصفة القصيرة ER، أحط قبل الصفة الطويلة more أو less، وكمان الصفات الشاذة لازم أحفظها بالمنظر ده شكل مائية لأنها لا تتبع قاعدة. فلما يجي يقول لي بقى كده حبايبي، سواء في الاختيارات أو في الأخطاء، يقول لي the elephant، the elephant حبايبي اللي هو الفيل، is قول لي كده في الأخطاء big than the horse، يعني الفيل اكبر من الحصان. او له في ذان ثانيا، انا بقارن بين الفيل والحصان، فاذا لازم احط على الصفه دي ER لانها صفه قصيره. طيب بس وانا بحط ال ER بلاحظ انها بتنتهي بساكن وقبل متحرك، فتبقى bigger ضعيف تاني حبايبي الجي. نفس الكلام حبايبي لما اجي اقول لك English يعني الانجليزي is easy than Arabic، يعني الانجليزي اسهل من العربي. طيب انا هنا بقارن الانجليزي بالعربي، ثانيا في كلمة ذان، يبقى انا احط على الصفة دي ار. طب وانا بحط ار الاحظ انها بتنتهي بواي والواي قبله ساكن، فلازم اقلب الاي، فتبقى easier. ممكن كمان حبايبي تجيلي في السؤال، يعني لما اسأل اقول مثلا which animal is، ويجيب لي في الاخطاء strong the lion or the goat. طبعا هنا بقى الناس مش هتلاقي كلمة ذان فهتبدأ تتلخبط، هقول لك بس خلي بالك انا في السؤال بقارن بين مين، هتقول لي بقارن بين الاسد وبين المعزة، هنا بقارن بين اتنين، فاذا لازم احط على الصفة دي ER، فلازم تبقى stronger، فاقول which animal is stronger the lion or the goat، تاني the lion or the goat. يبقى اذا لما اجي اقارن بين اتنين بزود على الصفة بتاعتي ER، او more او less مع الصفات الطويلة، او احفظ الصفات الشاذة شكل ما هي. فلو انا مثلا عايز اقول احمد افضل من سامي، اقولها ازاي دي؟ فالناس هتقول كده احمد is gooder than سامي، هقول لا طبعا غلط. ليه؟ لان لازم احفظ ان good دي صفة شاذة، ما ينفعش ازود لها ER، امال بيجي منها كلمة better، وبتر حبايبي معناها افضل. لما يقول لي مثلا في الاختيارات منى is careful، عريض دي صفة طويلة، carefuler ولا more careful than علا، يعني منى اكثر حرصا منين؟ من علا. طبعا هنا الناس شافت ذان فجريت على الصفه اللي فيها ER، هقول لك لا كيرفول دي من صفه قصيره، يعني يا حبايبي ما ينفعش ازود لها ER، امال هعمل ايه؟ قال لي بجيب قبلها مور او لس، فبالتالي هقول مور كيرفول، تاني هقول مور كيرفول. يبقى تاني لما اقارن بين اتنين صفه قصيره ER، مور او لس لو كانت الصفه طويله، واحفظ الصفات الشاذه شكل ما هي. تعالوا حبايبي بقى نشوف المقارنه بين واحد ومجموعة. انا عايز اقارن بين واحد ومجموعة، اقارن ازاي؟ اعمل ايه للصفة عشان اقارن بين واحد ومجموعة؟ قال لي حبايبي لما اجي اقارن بين واحد ومجموعة لازم احط قبل الصفة بتاعتي اذى، وبعد كده قال لي نفس الكلام عندنا ثلاث انواع من الصفات، عندنا صفة قصيرة، وعندنا صفة طويلة، وعندنا صفة شاذة. طيب قال لي الصفة القصيرة حبايبي بزود لها est، بمعنى old تبقى oldest، big تبقى biggest نفس الكلام ضعفت، easy تبقى easiest نفس الكلام قلبت، nice تبقى nicest نفس الكلام st بس عشان هي بتنتهي بـ. يبقى ده لما يكون الصفة قصيرة. طيب لو الصفة طويلة
قال لي بحط قبلها most أو least، والصفة قال لي شكل ما هي، يعني مثلا careful يبقى the most careful أو the least careful، dangerous يبقى the most dangerous أو the least dangerous، difficult نفس الكلام the most difficult أو the least difficult. طيب الصفة الشاذة، قال الصفة الشاذة بحفظها شكل ما هي، من good best، ومن bad worst، ومن much most، ومن little least، ومن far farthest. الصفات الشاذة دي بحفظها شكل ما هي كده، لان ملهاش قاعدة. لما احب اكون جملة بقى فيها صيغة تفضيل من الدرجة العليا دي اعمل ايه؟ اللي بجيب الاسم وبعدين احط وراها verb to be واجيب الصفة بتاعتي est واجيب التمييز. يعني مثلا انا عايز اقول الاسد ده هو اقوى الحيوانات، فاذا هقول the lion، the lion حبايبي اللي هو الاسد. بعد كده verb to be بتاعي ياخد is، the strongest لازم اركز على الصفة قصيرة ولا طويلة ولا شاذة، animal خلي بالك animal هنا التمييز بتاع الاسد، فاقول الاسد هو اقوى حيوان، تاني الاسد هو اقوى حيوان. عايز اقول الرياضة مثلا هي اصعب مادة، فاذا هقول math، verb to be بتاعي is. طيب هنا بقى هزود على صفة est ولا اجيب most و least؟ هقول له لا most لان دي صفة طويلة، اذا هقول the most difficult subject، يعني الرياضة هي اصعب مادة. فاذا لما اقارن بين واحد مجموعة بجيب الاسم بتاعي وبعد كده verb to be وبعد كده صفة المقارنة وبعد كده بجيب التمييز. قال لي طب في الاختيارات هعرفها ازاي؟ قال لي سهل جدا حبايبي، طالما شفت ذا او طالما شفت ان انا بقارن بين واحد ومجموعة يبقى لازم اجيب ده وصفة اي سي تي او موست وليست والصفات الشاذة اللي انا حافظها. يعني لما اجي اقول لك مثلا البنت هالة دي is a the ولا good ولا better ولا best girl in the class، عايز اقول هالة دي افضل بنت في الفصل. طب هتقول لي انا بقارن بينها وبين مجموعة فجاب لي ذا، طب وبعدين؟ قال لي طالما جاب لي ذا يبقى انا هجيب صفة اي سي تي، انا واحدة من دول؟ هتقول لي بيست. تيجي سهلة كده، او علي اكتشاف انت نوع الصفة، انا علي اكتشاف نوع الصفة اللي هي صفة عادية ولا صفة اي سي تي ولا صفة اي ار، فيجي يقول لي مثلا ذا سنيك الثعبان is dangerous بمعنى خطير ولا more dangerous اكثر خطورة ولا the most dangerous animal. طبعا من معنى الجملة لازم افهم ان انا بقارن بين واحد ومجموعة، وطالما بقارن بين واحد ومجموعة يبقى لازم اجيب ده وصفة اي سي تي، فلازم اقول the most dangerous animal يعني هو اخطر حيوان. حاجة مهمة اوي بقى حبايبي اخلي بالي منها لما اجي احل الجمل، ساعات بيجيب لي نفس الجملة اللي فوق دي ويقول لي the snake، the snake اللي هو الثعبان is، بس يحط لي هنا a وقول لي برضو نفس الكلام dangerous ولا more dangerous ولا most dangerous animal. هقول له خلي بالك بقى هنا هنا بتفرق عن ذا خالص، لان هنا معناها ان انا جايب صفة لاسم مفرد، صفة مجردة ما بقارنش بحد، فاذا هقول a dangerous animal يعني حيوان خطير، اوعى تقول a most dangerous animal. امال امتى اقول most dangerous؟ لو حط هنا ذا. ثانيا حبايبي ساعات بيجيب لي اختيارات بين most و least، هي صفة est بس عليا ان انا من معنى الجملة اختار، بمعنى يقول لي هاني lost the game، الولد هاني ده خسر المباراة، ويقول لي he scored يعني هو سجل ذا، ويقول لي كده يا ترى more ولا most ولا least points؟ بيقول لي خسر المباراة، طبعا فينا ذا فانا عندي most و least، فالناس ممكن تجري على most، هقول لك لا اشوف المعنى لان least موجودة، هو هنا بيقول لي خسر المباراة فيبقى سجل اكتر النقط ولا اقل نقط؟ اكيد طبعا اقل نقط. طب لو كان فاز يعني قال لي 1 كنت قلت ذا most points يعني اكثر النقاط. يبقى اذا هنا حبايبي اذا كنت بقارن بين واحد ومجموعة لازم اجيب ذا قبل الصفة، والصفة بتاعتي est لو كانت قصيرة، most او least لو كانت طويلة، واحفظ الصفات الشاذة. حاجة مهمة جدا بقى حبايبي لازم اعرفها، قال لي ايه هي؟ قال لي اذا كان في apostrophe
اسم الملكية أو صفة من صفات الملكية موجودة في الجملة أو قبل الصفة، قال لي ما ينفعش أجيب قبلها ذا تاني، ما ينفعش أجيب قبلها ذا، أو لو في أعداد ترتيب. بمعنى لما يجي يقول لي English، اللغة الإنجليزية is أحمد، ويقول لي كده في الاختيارات the best ولا best language، فالناس هتقول لك ده بس دي صفه اي سي تي، هقول لك بس جاب لي ابص له في اسم الملكيه ليه الاسم، قال لي فتلغي خالص ده، فلازم اقول احمد بيست لانجوج تاني، احمد بيست لانجوج. نفس الكلام لو جاب لي صفه ملكيه شكل ماي وهير وهيز واور، برده ما ينفعش اجيب ذا، بجيب على طول الصفه اي اس تي. ثانك يو فيري ماتش فور واتشنج، لو عجبك الفيديو يلا اللايك بتاعك الجميل وشير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. جود باي، السلام عليكم.